طب وعلى صعيد اللعيبه نفسها، العناصر نفسها، يعني طمنا كده على البراعم وعلى الناشئين عشان برضو الواحد ايه بشاير كويسه. لا احنا عندنا قطاع ناشئين ما شاء الله، يعني 2003 يعني الكاسبين المحله هناك 6-0 في اخر ماتش لهم في الدوري. يعني فقطاع ناشئين بقول لحضرتك استاذ كريم مع الكابتن خالد بيبو، الراجل ده يعني بيتأنى في شغله جدا، والقطاع الناشئين فعلا شهد طفره معاه، يعني حتى في اختيار المدربين مفيش مجاملات، كان في المدربين او في لاعبين الراجل كل هدفه وشغله الشاغل انه يقدر فعلا يدعم الفريق الاول بلاعيبه من قطاع الناشئين. نفس الحال في الاكاديميه، ان احنا هدفنا في الاكاديميه ان احنا يعني مش انا طبعا، اللي هي اللجنه الفنيه بقياده كباتننا الكبار الكابتن خالد جلال الله والكابتن فوزي سكوتي والكابتن احمد عبد الباقي والكابتن شطه مدير الاكاديميه، بيتم اختيار العناصر المميزه وبيتم مباراه وديه مع قطاع الناشئين وبيتم اختيار العناصر الافضل يعني لتدعيم قطاع الناشئين. حلو جدا. وكمان دلوقتي احنا بنتكلم عندنا في الاكاديميه عن كره القدم النسائيه، فيعني يعني عندنا يعني تطرقنا لامور مهمه. هما فعلا وبتمرنوا بعدنا وبشوفهم في بنات كتير مميزات، وحتى على مستوى المدربات لا كابتن اميره رحنا وصورنا معاها هناك. كابتن اميره شفت حضرتك هناك بجد؟ والله عظيم. الكابتن اميره طبعا من هي كمان مدرب طبعا تحت قياده الكابتن شطه طبعا، يعني تم اختيار مدربات عندهم خبرات كبيره جدا، كمان في بنات مبشره ان في مستويات كويسه جدا. واحنا في مصر عموما بدانا نهتم بالكره النسائيه علشان يعني احنا متاخرين في الحته دي قوي شويتين. متاخرين شويتين، بس كويس ان تم تدارك الموضوع. بدانا نهتم، والنادي الاهلي دايما زي ما معودنا نصباك اتاخرنا بس احنا اللي ابتدينا يعني. النادي الاهلي صباك، يعني هو اللي خد الخطوه دي علشان يبقى عندنا منتخب قوي في الكره النسائيه. جميل.